هاي. تختلف ثقافات الشعوب من مكان للتاني، والعادات يلي بتكون طبيعية عند ثقافة معينة ممكن تكون غريبة كتير عند غيرها. بدق الأشخاص بألمانيا على طاولاتهم بدل الزقيف عند إعجابهم بكلمة رئيس باجتماع معين أو للتعبير عن التفوق بالفصول المدرسية. ما لازم الضيف المدعو لتناول الطعام بمصر يطلب ملح أو يحط منه على طبقه، هالشي يعد إساءة للمضيف. يعتبر حضور الضيف بالوقت المحدد بفنزويلا سلوك غير لائق، وبفضل الفنزويليين الوصول بعد 15 دقيقة على القليلة من الموعد المحدد، والضيف يلي بيجي على الوقت يعتبر جشع وما بيستحق الاحترام. بيعبر شخص عن رضاه بطهي حدا بالصين واليابان وكوريا من خلال تناول الشوربة بصوت مرتفع، أكيد هذا سلوك غير مهذب بغير مناطق. مين قال؟ أغرب طرق الترحيب بالمملكة العربية السعودية هو تصافح بتلامس الأنف كونه رمز العزة والرفعة عند العرب. أنا قال بشوفكم بكره.